متابعينا الكرام، متابعي القاهرة 24، بنتابع مع حضراتكم من محكمة جنايات جنوب القاهرة في واقعة مؤمن زكريا، الواقعة الشهيرة اللي صدرت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية. النهاردة أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فبركة السحر. معانا دفاع الكابتن مؤمن زكريا يكشف لنا تفاصيل أولى الجلسات. شرف بحضرتك. المستشار عايز المفاوي. شرف لنا. شرف، ممكن تحكي لنا كواليس القضية، يعني بدأت إزاي؟ اللي خصص اليه تحقيق النيابه العامه ان المتهمه امنيه كان في تحضيرات بينها وبين المتهم حكيم اللي هو ابن التربي. القصه اللي كان في رسائل متبادله بين المتهم والمتهم حكيم من خلال رسائل واتساب، تم ارسال تبادل صور للكابتن مؤمن زكريا على تليفوناته كتحصيل للجريمه بدايه من يوم 7/9. تمام، دي مرحله تحصيل للجريمه 7/9. يوم 7/9 الجريمه النهارده المتهمه امنيه توجهت لمكتب محل المصوراتي وطلبت ان هي تطبع صوتيه للكابتن مؤمن زكريا في مكتب المصورات. تمام، فالمصوراتي رفض لان ما كانش عنده طباعه فوريه. تمام، فبعتت المتهم حكيم بعد كده ان هو راح طبع الصور مره ثانيه عشان يستخدموها في العمل. تم استخدامها في العمل. دي بدايه يوم 13/9. الصور تم التبادل بين المتهمه والمتهم حكيم من يوم 7/6، لكن الوقعه تم تسجيلها والكابتن مؤمن كان موجود يوم الاربعاء ساعه ما كان موجود في المقر. يوم 15/9 ولا 4؟ 26/9. احكي لنا كابتن مؤمن زكريا لما راح ايه اللي حصل معاه؟ الكابتن مؤمن زكريا كل اللي حصل الكابتن راح المقابر بناء على مكالمه تليفونيه من حد موجود في المكان اللي هو قريب دكتور حسام مصطفى. تمام، وبناء عليه تم بعد كده ان هو مكالمه تليفونيه قالوا لهم ان احنا لقينا عمل لكابتن مؤمن زكريا. وزوجة الكابتن مؤمن تواصلت مع الناس وتم بعد كده ان الكابتن مؤمن توجه للمقابر. تمام، اكتشف بعد كده ان المتهم محمد عمر بيصور بدون علمه وبدون اي اذن منه. فالكابتن مؤمن لما شاف المتهم محمد عمر بيصور طلب منه ان هو يمسح الصور. قال له بعد اذنك امسح الصور، الصور دي ما ينفعش للنشر. وبعد كده تم انهاء العمل او التخلص من الاعمال اللي موجوده ومشي. اكتشف بعد كده يوم السبت ان كل مواقع السوشيال ميديا بتتراود في الصور وخبر العمل وخبر سحر الكابتن مؤمن زكريا. ويوم الاحد تم الاذاعه مع استاذ ريهام سعيد على القناه بتاعتها وتم حضور المتهم نفسه محمد عمر في الفيلم. احكي لنا حضرتك الاتهامات اللي بيواجهها المتهمين والضرر اللي وقع على الكابتن مؤمن زكريا. والله هو الضرر هو نفسي وادبي قبل ما يكون ضرر مادي. هي القصه كلها ان هم استغلوا مرضه واستغلوا الحاله المرضيه اللي هو فيها اللي هم بيتاجروا بيها. لكن خلينا نقول الموضوع كله وقع مدبر. لو بنتكلم في وقعة السحر وقع مدبر. لا، الهدف من الترند المزيف ده هم عايزين يحققوا ارباح من خلال ان هم يعملوا مشاهدات عاليه على التيك توك ومشاهدات عاليه على اليوتيوب ويبيعوا القنوات الفضائيه. وحتى استاذ ريهام سعيد في البرنامج بتاعهم عرضت وقالت ان هم المتهمين طلبوا منها 5 مليون جنيه عشان يجيبوا الفيديو. كابتن مؤمن زكريا النهارده حضرتك هتدعي بايه للكابتن مؤمن زكريا، يعني طلبات حضرتك؟ والله كابتن مؤمن زكريا هو بيحتفظ بحقه في التعويض النهائي ضد المتهمين بالنسبه للدعاء المدني. خلينا نقول هو كابتن مؤمن زكريا في حاله نفسيه صعبه جدا من ساعه الواقعه ما بدات، وهو بصراحه ما قدرش يجي النهارده بسبب الكلام ده. هي اثرت على النفسيه طبعا. نفسيته تعبانه جدا وهو حتى مش قادر يتحرك من البيت، يعني ما قدرش يجي النهارده بسبب النفسيه. يعني هو كان عنده رغبه النهارده، كان مفترض ان هو يجي النهارده بس للاسف ما قدرش. هل كان في مثلا اي محاولات لكابتن مؤمن زكريا للصلح او التنازل؟ لا كابتن مؤمن زكريا يعني طبعا دي حاجه شخصيه ترجع له، بس هو لو في حاجه زي كده كان اخطر بيها. حضرتك هتدعي المدني النهارده؟ لسه هنشوف ظروف الواقع ايه ونشوف ظروف المحكمه، وزي ما الدعوه هتمشي ان شاء الله هنعمل معاك. هل ممكن حضرتك تطلب بتعويض او اي حاجه؟ حاليا لسه ما جاليش اقرار من الموكل بكده. ممكن يعني لسه كابتن مؤمن ما قاليش اجراء معين هنعمله، بس احنا هناخد الجلسه النهارده ونشوف الدنيا هتمشي. ممكن حضرتك نراجع الاتهامات بالظبط تاني؟ والله هو المتهمين متوجه لهم اكثر من اتهام، انتهاك حرب اتهام خاصه كابتن مؤمن زكريا من خلال نشر اخبار كاذبه ومحاوله الاستيلاء على اموال الكابتن مؤمن زكريا من خلال استعمال الطرق الاحتياليه ونشر اخبار كاذبه. نشر وسائل الشبكه المعلوماتيه. بالنسبه للتشهير يعني والله هي اللي بقى حالتهم بالاتهامات دي فقط. ممكن نرجع تاني مع حضرتك؟ ممكن نقولهم تاني؟ نشر اخبار كاذبه. نشر اخبار كاذبه من خلال شبكه المعلومات. والحاجه الثانيه الشروع في الاستيلاء على اموال الكابتن مؤمن زكريا.
والحاجه الثالثه ان هم انتهت حرمه الحاج قاسم كابتن مؤمن زكريا من خلال نشر اخبار كاذبه على موقع شبكه المعلومات. هل طلبوا مبالغ ماليه من الكابتن مؤمن زكريا؟ والله هي كانت المرحله التمهيديه للطلب، لكن هم وقت ما حصلت الواقعه ما طلبوش، بس هم كانوا بيمهدوا ان هم يطلبوا فلوس. الشيوخ اللي راحت مع كابتن مؤمن زكريا اقلهم مع ولد واصدقاء، ما فيش شيوخ. ما فيش شيوخ؟ لا. والسحر كان مزيف. الواقع بترتيباتها وتركيباتها بتقول ان السحر مزيف او مصطنع بمعنى ما فيش سحر. لا ما هو ما فيش سحر، هم صنعوا السحر من خلال ان هم التجهيزات اللي هم حضروها قبل الواقع ب 20 يوم. طب بالنسبه للمصور دوره كان ايه؟ يعني ممكن تشرح لي دور المتهمين في الواقعه يعني؟ والله هو المصور فوجئ بالمتهمه امنيه، كان معاه المتهم اللي هو حكيم، والمتهمه امنيه وحكيم طلبوا منه ان هم يعملوا صور فوريه، لكن المصور ما عندوش الامكانيه دي في الاستوديو فطلب منها ثاني يوم. قدام اصابه بالكلام ده. الخطه مدبره؟ والله خلينا نقول وفقا الاوراق والادله اللي موجوده الخطه مدبره. لان في رسائل متبادله بين المتهمه امنيه والمتهم حكيم من خلال تبادل لصور كابتن مؤمن زكريا من يوم 7/9 وفقا لمفرغات النيابه بالسحر. لما تواصل مع كابتن مؤمن زكريا كان عنده امل ان ممكن يكون سحر؟ والله بص هقول لحضرتك حاجه، هو كابتن مؤمن مش اول مره يتعرض للكلام ده، ياما اتعرض عليه قبل كده، اتقال له ان معمول لك سحر وان المرض ده بسبب السحر، لكن ان هم وجود سحر فعلا وهم اكدوا له الكلام ده وبعتوا له الكلام ده عن طريق قرايب زوجته او جيران اهل زوجته، فهو كان مقتنع ان هو داخل عشان يشوف السحر ده، لكن هو ما هو الناس قالوا له ان هو 90% من السحر اصلا. يعني دي مش اول واقعه لكابتن مؤمن زكريا؟ لا مش اول واقعه، قبل كده كان بيتداول اخبار. تداول اخبار. الناس كانت بتقول والله المرض ده قليل نادر ما بيحصل، فغالبا بيبقى سحر من خلال اعمال وكلام زي كده. واثرت نفسيا. لكن مفيش حاجه كانت جهزته ان هو يعمل خطوه زي دي انه يروح المقابر ويتحرك. كان ليه اثر نفسي اكتر وسلبي. هو نفسيته تعبانه جدا بسبب الموقف ده. لحد الان. لغايه النهارده، يعني هو النهارده كان المفروض يجي لكن ما قدرش بصراحه. حضرتك حابب تضيف اي حاجه ثانيه مع المستشار؟ شكرا. متابعينا الكرام ومتابعي القاهره 24 هنتابع مع حضراتكم من بعد قليل من داخل جلسه محاكمه المتهمين. متابعينا الكرام ومتابعي القاهره 24 اشكركم على حسن المتابعه. تابعنا مع حضراتكم اقوال كابتن مؤمن زكريا. مشاهدينا الكرام كان معكم اياد محبوب وزميلي عزيز محمد رمضان ومحمد حمدي صحفيين بالموقع. شكرا على مشاهدتكم، خير ولايك ودمتم في خير.